المقاومة وثقافة الانتفاضة من بناء نظريات دايتون والسلام الاقتصادي والتعاون الأمني ومحاولات خلق ما يسمى بالفلسطين الجديد. وإذا بالانتفاضة تنطلق من أرض الإسراء والمعراج، وإذا بالانتفاضة تنطلق من جنبات الصخرة المشرفة التي صعد من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالانتفاضة تعرج بأرواحنا وتعرج بأدبياتنا وتعرج بقيمنا وتعرج بثقافتنا من ضيق الأرض ومؤامرات الأرض إلى فضاء فلسطين وإلى فضاء السماوات العلى. نعم، وإذا بالانتفاضة تعيد الروح الوطنية لشعبنا ولضفتنا، وإذا بها تصحح البوصلة ولو بشكل بسيط في بدايته، تصحيح البوصلة للشعوب العربية والإسلامية، وإذا بها تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية مجدداً، وإذا بالعالم كله ينشد مجدداً إلى الوضع داخل الأرض المحتلة وإلى الانتفاضة المجيدة وإلى القدس والأقصى، وتعيد الاعتبار لمشروع المقاومة والجهاد ليس فقط في إطاره التنظيمي الفصائلي، بل وأيضاً على مستوى الشعب والأفراد، رجال، نساء، شباب وشابات، انتفاضة السكين والحجر، انتفاضة ما يملك هذا الشعب من مقومات الصمود والمقاومة والانتفاضة. لذلك أيها الكرام، نحن إذ نرى أن الإسراء والمعراج وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك ظرف سياسي، فنحن هنا على أرض الإسراء والمعراج نعيش وقائع في ظلال هذا المعنى. طلقت الانتفاضة والمقاومة والانتصارات. من يعتقد أن غزة المحاصرة، هذا الشريط الضيق على ساحل البحر المتوسط الذي لا يملك من مقومات الصمود المادية أو العسكرية، من كان يعتقد أن غزة بالمعنى العسكري ساقطة عسكرياً أمنياً، أن تنتصر في ثلاث حروب مع الاحتلال، أن تحتفظ بشاليط لخمس سنوات رغم كل قوى الأمن الصهيوني والإقليمي والدولي، رغم كل الأجهزة والتكنولوجيا والتنصت والعمل الأمني، لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. من كان يعتقد أن غزة هذه يمكن أن تقف عشر سنوات في وجه حصار هو الأصعب والأعقد والأظلم في تاريخنا المعاصر؟ من كان يعتقد ذلك؟ ولكنها الآيات الكبرى، ولكنها آيات الله وأقدار الله التي يجريها على يد عباده المؤمنين والمجاهدين والمرابطين وأصحاب الرسالات العظمى وأصحاب المشاريع الكبرى، والذين ينتمون إلى وطن وإلى قضية وإلى أمة، يصنع الله سبحانه وتعالى بهم المعجزات. هذا هو الدرس الأول المهم الذي يجب أن نتمسك به أيها الإخوة الكرام، ونحن نعيش في ظلال الذكرى، ذكرى الإسراء والمعراج، أننا لا ننطلق في رسم سياساتنا ولا في اتخاذ قراراتنا ولا في بناء استراتيجياتنا نحو القدس، لا ننطلق من ضيق الحال ولا من عمق الأزمة ولا من شدة المؤامرة. لنا فضاء ولنا قدرة ولنا عوامل رافعة ولنا صمود ولنا تاريخ ولنا حاضر وأمامنا مستقبل، والتاريخ عجلته لا تتوقف
عند محطة من المحطات، عجلة التاريخ متحركة. هكذا أيها الإخوة الكرام. وأما الدرس الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الإسراء قال لنريه من آياتنا الكبرى. وما علاقة الآيات الكبرى باستمرار الثبات واليقين والثقة واستمرار السير على خط الدعوة والجهاد والمقاومة؟ نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. حينما يتكشف للإنسان المسلم أستار الغيب وحينما يرى من آيات ربه سبحانه وتعالى، حينما يعيش هذه الرحلة الطويلة من مكة إلى القدس، حينما يركب البراق، حينما يصلي بالأنبياء، حينما يصعد إلى السماوات، حينما يرى في كل سماء ما رأى من آيات ربه الكبرى، حينما يصل إلى سدرة المنتهى، ترى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر من هذا العلو السامق من سدرة المنتهى، نظر إلى الأرض، كم ستكون مساحة هذه الأرض ومن على الأرض ومؤامرات الأرض؟ إذن إنها آيات الله الكبرى التي تزيد الثبات واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى، التي تستصغر المؤامرات وكيد القوى مهما كانت كبيرة أو عظيمة، وتنقلك من علم اليقين إلى عين اليقين. هذه الآيات الكبرى تنقلك من علم اليقين أنك تعلم أن هناك آيات وأن هناك وقائع وأن هناك دروس وأن هناك محطات، ولكنها تنقلك إلى عين اليقين فتراها رأي العين فتزداد إيماناً وثقة بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال لسيدنا موسى لنريك من آياتنا الكبرى. حينما ترى من آيات ربك الكبرى تكون أكثر ثباتاً وأكثر تحدياً وأكثر صلابة. حينها اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولذلك نحن اليوم على أرض فلسطين وفي ظلال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهذا الجيل القرآن الفريد الجيل الإيماني رأينا من آيات ربنا الكبرى، رأيناها والله في الحروب، ورأيناها في الحصار، ورأيناها في القدس، ورأيناها في أهلنا في داخل فلسطين المحتلة الذين يعيشون في بطن الحوت في قلب الظلام. وإذا بآيات الله الكبرى يخرج من بطن الحوت ثلة من الرجال وعلى رأسهم شيخ الأقصى، ونحن نتحدث عن الإسراء والمعراج، ظلال الأقصى، شيخ رائد صلاح وإخوانه وأبناء شعبنا هناك، وإذا بهم يعيدون القوام لهذا الشعب، يعيدون رسم الهوية ويعيدون وصل الانتماء مع التاريخ والجغرافيا مع الشعب والأمة. أليس هذه من آيات الله الكبرى؟ أليس من آيات الله الكبرى الانتفاضة؟ أليس من آيات الله الكبرى غزة المحاصرة؟ أن تصنع من وسائل المقاومة وصواريخ المقاومة ما تضرب به حيفا وتل أبيب، وكل ذلك في ظلال مؤامرة شديدة ومعركة أمنية وعسكرية واقتصادية حامية الوطيس. ليس من آيات الله الكبرى أن كل من المجاهدين ينزلون خلف خطوط العدو كما كان هنا في شرق دير البلح في الحرب الأخيرة، يقاتلون هذا العدو المدجج من نقطة الصفر ويوقعون به أعظم الهزائم المادية والمعنوية.
أليس من آيات الله الكبرى أن المرأة في غزة وفي القدس وفلسطين وفي خارج فلسطين أن المرأة تقدم الواحد والاثنين وربما أربعة من أبنائها شهداء، فتصبر وتثبت وتقول من بقي أيضاً هو من أجل القدس ومن أجل فلسطين؟ ليست هذه من آيات الله الكبرى؟ أليس من آيات الله الكبرى أن عائلات شطبت بأكملها 50 و70 شهيد في الحرب الأخيرة من عائلات واحدة، وتقف تستقبل المهنئين والمعزين كأنهم في بيت فرح وأعراس شهادة؟ أليست هذه من آيات الله الكبرى أننا سنعيش بعد أيام الذكرى 68 للنكبة ونحن لا نفقد البوصلة ولم نتنازل عن فلسطين، والكبار الذين ماتوا رحمهم الله ورثوا الصغار القدس والأقصى ومفتاح الدار وحيفا ويافا؟ أليس من آيات الله الكبرى أن هذا الشعب يظل ثابت صابر صامد رغم كل ما يحيط به؟ إذن مزيد من الثبات ومزيد من التحدي. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى رأس هذا الكيان، واذهب نحو القدس ونحو الأقصى، ولتمضي هذه المسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، وفي الختام، إنها القدس، مكانة القدس. لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ بمقدور الله عز وجل، وهو القادر المقتدر أن يعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى السماوات العلى، ولكنها روابط الإيمان والزمان والمكان والأمانات العظمى. إنها القدس وإنه المسجد الأقصى المبارك. كأن الله سبحانه وتعالى يريد بذلك أن يعلم الأمة أن القدس والأقصى أمانة في أعناقكم، كما الحرم في مكة أمانة في أعناق الأمة، نذود عنه بالدعاء وبكل شيء. هذه القدس أيضاً أمانة في أعناق هذه الأمة. لا يجوز أن تبقى القدس يتيمة، ولا يجوز أن تبقى القدس تحت حراب المحتلين، ولا يجوز أن يبقى أهلنا في القدس بعيدين عن حاضنتهم العربية والإسلامية. إنها القدس ومكانة القدس من خلال الإسراء والمعراج. ولذلك لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذا رباط رباني ربط بين المساجد 3، هذا رباط إيماني. ولذلك إخواني، انطلقنا بالمقاومة وبحركات المقاومة وبالثورات، ومنذ ثورة البراق سنة 17 أو 19، وحتى الآن ونحن نحمي موروث الأمة في قدسنا وأقصانا. لن نفرط في القدس، لا شرقية ولا غربية، لن نفرط بالأقصى، وليس فينا وليس منا من يفرط بالقدس، وليس فينا وليس منا من يمنح العدو أي تواجد على ساحات الأقصى، لا بالكاميرات ولا بغير الكاميرات. الأقصى والقدس حرام عليهم وعلى المحتلين وعلى المستوطنين. وهذا لا نقوله كلاماً، بل نقوله مقاومةً وانتفاضةً ورجالاً ومرابطين ومرابطات وشابات وعبد الحميد سرور وكل الشهداء، نقوله بالدم والنار حمايةً للقدس والأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تعيش حدودنا في غزة خلال الأيام الماضية أحداث مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بسبب أن جيش المحتلين يتوغل في داخل غزة 100 متر 150 متر بحجة البحث عن الأنفاق. نحن أكدنا وبعثنا برسائل متعددة. أول هذه الرسائل أن المقاومة لن تسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض معادلة جديدة داخل حدود غزة، وأن المقاومة لن تسمح بإنشاء ما يسمى بالمنطقة العازلة. لا وجود لمنطقة عازلة في داخل حدود غزة الأبية، وهذا شيء تم إقراره والتفاهم بشأنه في حوارات ومفاوضات القاهرة أثناء حرب العصف المأكول. ولذلك نحن نؤكد مجدداً أن المقاومة لن تقبل ولن تسمح بأن يفرض الاحتلال واقعاً جديداً ومعادلة جديدة في الميدان وعلى الأرض. ومن أجل ذلك فالرجال والأبطال والأشاوس وحراس البلد والشعب تصدوا لهذه التوغلات. خرجت قوات الاحتلال من المناطق التي دخلت بها، ولكننا نؤكد مجدداً أن ذلك خرق فاضح وواضح ومعهود، ليس جديد على المحتل، لتفاهمات التهدئة التي تمت بوساطة الأشقاء في مصر. نحن إخواني رؤيتنا واضحة وحكيمة متوازنة متزنة في التعامل مع الميدان. هذا ما ترجمه المجاهدون والمرابطون من أبناء شعبنا وعلى رأسهم المجاهدون في كتائب القسام. ولذلك إخواني هذه رسالة واضحة. كنا قد بلغناها للأطراف ذات الصلة، فنحن خلال الأيام الماضية كنا على تواصل مع الأشقاء في قطر وفي مصر ومع السيد ميلادانوف ممثل الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومع الإخوة الأتراك، وهنا بعض أشقائنا وأبناء بلدنا في اتصالاتهم أيضا مع الأتراك. تحركنا مع العديد من هذه الأطراف ومشكورة على جهودها التي بذلتها وما زالت من أجل كبح جماح العدوان الإسرائيلي ووقف هذا التغول على غزة العصية على الكسر العظيمة في صمودها وفي ثباتها. نحن إذ لا ندعو لحرب جديدة، لكننا لا نسمح إطلاقاً بهذه التغولات والتوغلات وفرض الوقائع على أهلنا وعلى غزتنا المحاصرة، بل نحن نطالب برفع الحصار عن غزة. وكفى هذا الظلم التاريخي الذي يعاني منه 2 مليون من أبناء شعبنا
مشاكل المعابر والكهرباء والبطالة والفقر وآلاف الخريجين. وهذا العالم للأسف الشديد ينظر متلذذاً سادياً، وأبناء شعبنا 2 مليون يعيشوا في هذا السجن الكبير منذ أكثر من 9 أو 10 سنوات تقريباً. لذلك إخواني، كلنا ثقة وكلنا يقين بما عند الله عز وجل، وأيضاً كلنا ثقة برجالنا حراس الحدود وحراس البلد وحراس هذا الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إخواني الكرام، أريد أن أوجه التحية للأسير سامي الجنازرة الذي يدخل شهره الثاني في إضراب مفتوع عن الطعام، ونؤكد تضامننا معه ومع كل أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الصهيوني، ونقول لأسرانا وأسيراتنا: لن ننساكم إن شاء الله، لن تنساكم المقاومة بإذن الله. إنني في يوم الجمعة لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن المقاومة وكتائب القسام على عقد صفقة تبادل مشرفة لأبناء شعبنا ولأسرانا ولأسيراتنا في سجون الاحتلال الصهيوني. ارفعوا هذه اليد عن أسرانا وأسيراتنا، وليتحرر هؤلاء الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني. ثم في الختام، تابعت تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين في رام الله أنهم ينمون تطبيق القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، وخاصة وقف التنسيق الأمني. آمل أن يكون لهذه التصريحات رصيد في أرض الواقع، وآمل أن تملك السلطة من الجرأة ما يدفعها إلى تصحيح البوصلة وإلى قطع الصلة مع الاحتلال وإلى وقف التنسيق الأمني، لترفع اليد الثقيلة للأجهزة الأمنية عن الانتفاضة وعن شباب الانتفاضة وعن أهلنا في الضفة الغربية. نحن ندعو إلى الوحدة وإلى المصالحة وإلى إنهاء الانقسام وإلى تعزيز عوامل الصمود لأبناء شعبنا الفلسطيني. نحن نريد أن نشكل حاضنة وطنية جامعة للانتفاضة في الضفة وفي القدس، حاضنة قوامها حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية. نحن من الذين يؤمنون بأن مسيرة التحرير تحتاج إلى كل أبناء شعبنا، وأن هذه المسيرة الطويلة المعقدة الشائكة تحتاج إلى أن نجمع قوانا وصفنا وكلمتنا، وأن نوحد أداءنا في السياسة وفي الميدان، في الحرب وفي السياسة، وأن نتوافق دائما على هذه الاستراتيجية الوطنية. آمل ألا تكون هذه التصريحات كما سبقها أنها تهدف إلى استثمار موقف معين أو فرصة معينة. آن الأوان إخواني لمواجهة سياسات الاحتلال في القدس، ولنوايا الاحتلال التي بدأ يتحدث عنها نحو ضم الضفة أو أجزاء كبيرة من الضفة، ضم إلى ما يسمى بالكيان الصهيوني. هذه النوايا المبيتة التي تؤكد أن هذا الاحتلال لا يريد سلام ولا مفاوضات، وأنه فقط يريد أن يجذر وجوده الاحتلالي على هذه الأرض المباركة، علينا أن نواجهه باستراتيجية وطنية متكاملة، على رأسها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. ونحن في اتفاق القاهرة وقعنا على اتفاقية كان من ضمن نصوصها تجريم وتخوين التعاون الأمني مع الاحتلال. كل الفصائل وقعت على تجريم وتخوين
التعاون الأمني مع الاحتلال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونسألك من العمل ما قربنا إلى الجنة. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. اللهم الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا، الله الحمد لله رب العالمين.